حياتي. أزمات وتطورات متلاحقة تشهدها من منطقة الخليج، من الحصار أكثر وغياب السريعة إلى تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي. كيف يفكر الأمريكيون حيال هذه التطورات؟ ماذا يمكن أن يفعلون تجاه الأزمة السعودية القضية؟ وكيف ينظرون إلى التطورات الطارئة على النظام السياسي السعودي؟ الولايات المتحدة وأزمات الخليج محور اليوم لهذا اليوم. وللحوار حول هذه الملفات أرحب برئيس حزب السلام السيد رجائي. أهلا أستاذ رجائي. يعني هو حقيقة يعني ربما ملفات الخليج الآن قد تكون أخطر الملفات في العالم ربما في هذه التطورات متلاحقة. بس دعنا نبدأ يعني من آخر المستجدات، وهي 13 مطلب قدمتها السعودية والإمارات مصر والبحرين لقطر، والمهلة 10 أيام. أهم في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع حلفائها في الرياض في قمة عربية إسلامية دولية في 21 من الشهر الماضي. نعم. اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على محاربة التطرف وما ينتج عن التطرف من إرهاب، وأن يتولى قيادة هذه الحملة المسلمون. قطر في هذه المنظومة وكانت مشاركة. نعم. لا أعتقد أن هنالك سببا آخر غير هذا السبب، محاربة الإرهاب. نعم. يجب أن تنخرط انخراطا كاملا في محاربة الفكر الذي يتسلح به إرهاب التطرف الإسلامي كما يسميه الرئيس ترامب والقيادات اليوم الغربية نفسها مع الرئيس إيمانويل ماكرون. استعمل ذات التعابير مثل ما استعملتها المعارضة في الحمل الانتخابي. إنما أن تربح المعركة في الموصل وفي الرقة وفي كل مكان متواجد فيه داعش ومتواجد فيه منظمات مصنفة إرهابية نصرة وسواها لا يكفي. طيب ولا يمكن ربح المعركة إلا فكرية. خليني أفهم نقطة لو سمحت. نعم. يعني أنت ربطت الذي يجري. نعم. بمرحلة ما بعد القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض. نعم. يعني هل أفهم من كلامك سيد رجائي بأن الذي يجري الآن بضوء أخضر أمريكي؟ أنا متأكد من ذلك بالرغم من المواقف المتميزة بين ما يصرح به تيلرسون وزير الخارجية وما يتحدث به وزارة الدفاع والرئيس. هناك تمايز له علاقة بالقاعدة العسكرية في قطر. بحث الأمريكيون في هذه الحملة بنقل القاعدة الأمريكية من قطر بالتفكير وبالبحث. اكيد هذه المعلومات لكن لو عم بحكي فيه انا لا بحكي. بس كمان خلينا لانه هذا حتى وقته مهمه. بس بحث الامريكيون ذلك ام طلبت السعوديه والامارات؟ لا الامريكيون بحثوا ذلك فيما بينهم ووضع التقارير بتصرف البيت الابيض بما ستاخذه في حال حصلت عملية نقل القاعدة العسكرية الأمريكية من قطر إلى مكان آخر في الخليج. إذا الموضوع جدي. من ناحية أخرى. لا قبل الناحية الأخرى. هل يمكن أن نقول بأن الحصار المفروض على قطر هو حصار أمريكي؟ حصار مبني على الاستراتيجية الأمريكية التي تدعو دول العالم العربي الإسلامي التي ساهمت في الماضي لأي سبب من الأسباب عقائديا بدعم أي تنظيم أو فكر يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب ومزيد من التطرف العقائدي الإسلامي، في هذا الإطار يمكن أن نضع كل ما سيحصل في القريب المنظور.
تبعال بس، ولكن يعني ردا على ذلك يعني كل المعلومات، يعني ما في مراقب على سبيل المثال اتهم قطر بدعم داعش، كانت تتهم السعودية بدعم داعش او على الاقل بتسهيل يعني على المستوى الفكر وعلى مستوى التسليح وعلى مستوى التمويل. قطر كانت تدعم يعني اطرافا اخرى على رأسها جماعة الاخوان المسلمين، وهذه ليس لها علاقة بداعش. عفوا، اولا مش صحيح، مش قطر صحيح. قطر قطر وتركيا بتصريح ومواقف لدول الخليج ومنها وسائل الاعلام الخليج العربية مثلا تقول ان في على الحدود التركية السورية داعش أنطيب، نعم ما أعرف شو الاسم الحقيقي بس يعني لعبوا بالاسم حتى. طيب واضح انه كان في منافذ لداعش من تركيا الى سوريا والى العراق والعكس بالعكس. ليس هنالك شك بان هنالك دور للجزيرة في تسويق العقيدة، في تسويق بن لادن نفسه، في داعش الشيء هذا القاعدة، ندخل إلى القاعدة ربما الحديث على آخر. نعم. كل ما له علاقة بالتطرف الفكري، يعني المعركة العسكرية يتعاون عليها الجميع، نرى أن اللاعبون جميعا يشاركون في المعركة العسكرية وفي المعارك العسكرية التي ستتطور. إنما اليوم هنالك تحالف، تحالف غربي دولي وعربي اسلامي هدفه خوض المعركة ضد التطرف العقائدي. لذلك حتى في الاخوان المسلمين بدأوا يميزون بين اخوان مسلمين ديمقراطيين او معتدلين لا يسوقون لتفكيك الدول واقامة الخلافة والى عقائد تؤدي الى التطرف الذي يؤدي الى او يتزرع به ارهابيون. نعم هذا ما نحن متجهون نحوه، وهذا بس انه لا يقف يعني لا يقف مع السعودية الا مصر والبحرين والامارات. يعني مصر طبيعي ان تعلن يعني الاخوان المسلمين على قوائم الارهاب، لانه يعني اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش المصري بان ثوره 25 يناير قام بها الاخوان المسلمين. من يتولى الهجمه، من يتولى الهجمه هي المملكه العربيه السعوديه. صحيح، هي في الواجهه. ما هيك؟ والامارات العربيه المتحده، انما الجميع له دور. الامريكي يقول او هدوني عنه او تنهدي عنه، بس بالواقع بالواقع الدور الكويتي هو دور وسيط، لكن دور وسيط يريد ان يحصل على نتائج، انما هو دور وسيط لا اكثر ولا اقل. نرى الموقف الايراني، موقف الاعلام الذي هو قريب من ايران، كذلك هو موقف الى حد كبير محايد. الموقف التركي منه الا رفع عتب، لا في ارسال قوات عسكريه الى تركيا الى قطر، هذا مثل ما ارسلوها الى الشام. هذه كلها مواقف نظريه تبعال للتاثير فيما بعد بمواضيع حساسه ومعينه تبعال. انا بس خلينا نرجع لموضوع اخر. لا خلينا نتحدث عن قطر. الولايات المتحده الامريكيه ثروه قطر التي بامكانها ان تضع عليها اليد باي لحظه، والتي هي موزعه خارج قطر وتتجاوز للصندوق السيادي نفسه 335 مليار دولار. لا اتحدث عن الثروات التي هي مرتبطه بالعائله المالكه. طيب. والتي هي كلها بقيمه مقاربه. طيب يعني انه تريد الولايات المتحده الامريكيه ان تضع يدها على هذه الثروه؟ لا اطلاقا لا. يعني هنا علاقه معقده مع قطر، انما كانت قطر مرتاحة إلى وضع أنها طالما لها علاقة مميزة مع إسرائيل عن أي دولة من دول العالم العربي التي ليس لها اتفاقية سلام مع إسرائيل،
علاقة مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقاعدة الأمريكيين في قطر، كانت تعتبر وعلاقات مميزة مع أوروبا، مع فرنسا، مع أنظمة في أوروبا، وليست في حالة عداء مع إيران، أنها وليست في حالة عداء مع إيران، أو مع إيران هنالك مصالح مشتركة. إذا قصة حالة العداء مع إيران هذا الشغل من شؤون الازدواجية في التعامل من قبل الفريقين. طيب هيكونوا واضحين كمان في هالنقطة. قطر بهالحالة هذه تواجه اليوم إيضاح موقعها. بس ما الآخرون متهمون بنفس التهم، يعني عندما تريد والآخرون مطلوب منهم أن يتعاطوا مع التيارات في بلادهم بذات الشدة، إن كان في الخطاب السياسي، خليني أوضح الخطاب الديني. خليني أوضح السؤال الآن، عندما تتهم قطر، نعم، وقلت إنه هذا بضوء أخضر أمريكي، ما عندك شك؟ أنا ما عندي شك. تابع الممتاز. ومن يفرض عليها الحصار؟ السعودي طبيعي يفرض عليها جيرانها، لأنه هي بين السعودية وبين البحرين والأمارات. ماشي، بس السعودية أيضا، نعم، السعودية ليست أقل يعني بالاتهام، ليست أقل اتهاما من قطر. قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون، لأنه اليوم المملكة العربية السعودية التزمت والتزمت بالحرب الميدانية الأمنية وبالحرب العقائدية، التزمت بقيادتها الروحية كما والقيادة قيادة الولاية. اليوم موضوع قطر ليس أكثر ولا أقل سوى موضوع مفاوضة. طيب ليس الموضوع موضوع ضم قطر إلى الأمارات العربية المتحدة. سنأتي إليه، لأنه كان في مشروع بالسبعينات ضم ليس فقط قطر، البحرين وقطر إلى دولة الإمارات العربية، البحرين رفضت وقطر رفضت. نعم. طيب على الممتاز. نعم. وهذا أمامنا مهلة أستاذ وجيدي. نعم. أمامنا مهلة لعشرة أيام. اليوم القطريون يقولون بأن هذه المطالب غير مشروعة وغير واقعية. الخيار العسكري على الطاولة. واحد. سبقتني بالسؤال. ثاني ولو واضح. نعم. سؤالك واضح. ثانيا ما أنصح به، وأنا تربطني على علاقات صداء وأتعاطف مع القيادة القطرية. موضوع منه موضوع أتفهم كثيرا الوضع الصعب التي توجد فيه قطر اليوم في تعاطيها مع النظام الدولي والعربي والإسلامي. هي موضع الواقع صعب جدا. خيارها بسيط جدا، ذات الخيار اللي أخذته سنغافورة التي كان يمكن أن تكون ولاية من الولايات الماليزية، واختارت أن تكون مستقلة وازدهرت دون أن يكون لديها لا غاز ولا بترول، وكانت ولا تزال من لأفضل العلاقات مع ماليزيا ومع جيرانها إن كانت إندونيسيا أو سائر الدول الإقليمية في آسيا. يعني المطلوب هذا مطلوب من قطر، يعني المطلوب أنه أن تنزع يعني نفوذها الخارجي، أن تصبح سنغافورة وأن لا تلعب بملعب محرم عليها دوليا وعربيا وإسلاميا منذ الآن. تبعاً من ينفذ الهجوم العسكري؟ أنت قلت يعني كأنك متيقن من ذلك. لا، أنا قلت خيار العسكري على الطاولة. على الطاولة. المفاوضة. بس انتهت. هذا هو آخر الخيارات. أيا من نفذه ينفذه بنجاح، وليس من يدافع عن قطر، لا التركي ولا الإيراني ولا أحد من أصدقائه. طب يعني ممكن أن نرى في المشهد قوات سعودية تدخل إلى قطر؟ كل شيء ممكن. سعودية تكون مشتركة، قوات في هنالك قوات اليوم. بس إنه رأس الحرب السعودية بالأخير. طبعاً، بس مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية قادر يفوت على قطر مثل ما فات على البحرين. شمت هوا. إنه هذا أمر متوقع برأيك؟ أنا برأيي هو هذا خيار لن يسمح به النظام الدولي. لن يسمح به. لا، لن يسمح به إن لم ييأس من التفاهم
أو خيارات أخرى. هناك ممكن خيار انقلابي، خيارات انقلابية في العائلة وخارج العائلة. هناك عشائر بأهمية العائلة الحاكمة في قطر، ممكن تتسلم الحكم. ذلك من كان هو المشكل في الماضي وأزيح يمكن أن يعود، مثل الشيخ حمد الجاسم. نعم. هو كان مشكل كبير بتمويل التنظيمات كلها، وممكن أن يعود بصيغة أخرى، بخيار آخر، لأنه رجل أعمال قبل أن يكون رجل قيادة سياسية. طيب في العام 1974 أستاذ رجاء الدين أرسل الأتراك قوات عسكرية إلى قبرص، صح؟ وقبرص واليونان، يعني ضد اليونان. نعم. في حلف الناتو. نعم. الطرفان. نعم. طيب الآن ما المانع أن تفعل تركيا ما فعلته في العام 1974، فترسل قوات عسكرية إلى قطر وتضع الكل أمام مشهد جديد وتواجه العالم العربي؟ لن تواجه العالم العربي اليوم. واجهت الناتو كله، واجهت اليونان. أنا لن تواجه أحد. عندما يحصل شيء دائما يكون من وراءه. وقتها نحن اتهمنا، كنت مع العميد المودي بالكتلة الوطنية، اتهمنا هنري كيسنجر بتقسيم قبرص وخشينا على لبنان. وطلعت فكرة قبرصة لبنان، ما هيك؟ نعم. لا، اليوم صرنا بعالم آخر، صرنا بالقرن 21 بقيادة أمريكية قوية عسكرية استراتيجية. جنرال ماتس كان سميه عندك هون. لماذا تستبعد هذا الخيار ولتركيا في قاعدة عسكرية في قطر، زائد انه لغاية الان لان اردوغان ليس متهورا ولا هو قادر، بس الخليج مغري، على اعطاء امر ينفذ بهذا الموضوع. بس الخليج مغري يا استاذ بحر، ارجع عدلك، وليس قادر على اعطاء امر ينفذ بهذا الموضوع. يعني من يتصدى له الجيش التركي؟ يعني لن يتصدى له، لن ينفذ. لن ينفذ كما لم ينفذ امور اخرى كان يتمنى ان تحصل في سوريا، لم ينفذها. هو حصل موقعها، اكيد حصل موقعها، لكن ضمن الحدود. ان يواجه الولايات المتحدة الامريكية غير واردة. بس لا، انت يعني تقول في تفاهم امريكي روسي على امور كثيرة، من هذه الامور هو محاربة العقيدة التي تبرر الارهاب والتطرف. طيب ماشي، الوهابية هنا، بس السعودية تقف على الرأي. لا لا لا، العقيدة اولا الوهابية موجودة بقطر، والوهابية ليست هي العقيدة. العقيدة هي ما تفعل بالوهابية. شو فهمت عليك؟ أعطي مثلا الحشاشون. الحشاشون تاريخيا الذين قضي عليهم عن بكثة بهم. نعم. ما هيك؟ أصبحوا فيما بعد من أكثر المسلمين انفتاحا واعتدالا، ويعيشون في الغرب، ولا يزال الأغا خان اللي عايش بين باريس وبين نيويورك يحصل على. كان متزوجا احدى نجمات هوليود ايضا. نعم، وصديق صديق بعرف. نعم. فاذا يمكن ان تكون منطلقا من عقيدة ما ادت. نعم. الى تحرك تاريخي معين، وان تتحول هذه العقيدة الى العصرنة ضمن حدود التقاليد. فليس من مشكلة مع التقاليد، المشكلة هي بعقيدة تبرر. انا بتوقف عند ما قلته سيد رجاء الدين بانه اردوغان لن يواجه الامريكيين في قطر. يعني كأن الامريكيين الان هم الذين يرسمون خارطة العمل التي تنفذها السعودية والامارات. جنرال ماتس اللي كنا نسميه، لماذا هذا عفوا الشق الثاني سؤال، لماذا هذا الذي يجري ليس خلافا بين اصدقاء الولايات المتحده الامريكيه؟ جنرال ماتس. نعم. الذي كنا بدي مرقها هيدي، بس ثلاث مرات ما عم تخليني مرقها. نعم. كنا نسميه الكلب المسعور. نعم. معك ماد دوك ماتس. تعرف شو صار اسمه بالولايات المتحده الامريكيه باوساط الاستراتيجيه واوساط الجيش؟ سينت ماتس، القديس ماتس. نعم. هنالك مقاربة استراتيجية
عقلانية هادئة ليست متهورة. الهدف منها صنع نظام دولي بالتعاون مع اللاعبين الدوليين الكبار كونيا واللاعبين في كل منطقة من المناطق عربا ومسلمين. فقطر ليست أكثر من زوبعة في فنجان، لا خيار للقيادة القطرية سوى أن تذهب بالمفاوضة لتفاهم يرضي الجميع. يجب أن تنخرط انخراطا كاملا فيما هي ملتزمة به في إطار مجلس التعاون الخليجي، وعندما يلتزم مجلس التعاون والجامعة العربية والجامعة الإسلامية والقيادات العربية والمسلمة تجاه النظام الدولي بمحاربة الإرهاب ميدانيا وعقائديا، عليها أن تلتزم بهذه الشروط. طبعا ممتاز، لا أكثر ولا أقل. أنا قبل ليس المطلب إذلال، لا ما هو إذلال هذا، لا هي أذلت نفسها عندما سربت ما كان يجب أن يبقى بينها وبين أمير الكويت الذي أتى وسيطا وأتى مكرما مكرما. يجب على الحكمة أن تغلب في قطر. طيب قبل أن يعني ننهي القسم الأول، لأنه في القسم الثاني سوف نأتي إلى تولية محمد بن سلمان لولاية العهد السعودي، يعني حضرتك تستبعد أن يكون الخيار التركي في قطر مماثلا للخيار القبرصي في العام غير وارد؟ غير وارد. اثنين، انه تركيا لن ترسل قوات عسكرية، يمكن ان عندها لديها قاعدة وليس من مشكلة في يمكن ان تدعمها اكثر، وتعزيز هذه القاعدة ليس لا 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 يرضي ايران. ان كان يخيف احدا فهو انما يخيف ايران اكثر مما يخيف العرب. الخيار العسكري عم تقول مطروح لان العرب في حمايتهم موجودة في قطر. طيب. في قاعدة عسكرية الامريكية، في قواعد عسكريه، في قاعدتين اسرائيليه والعربيه، في 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 في, 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 في كل الدول العرب العربي تقود. الخيار العسكري موجود، الخيار العسكري هو على الطاوله ويذكر به حتى ولا يمانع الامريكيون. انا مقتنع بان الولايات المتحده الامريكيه وراء هذا المطلب. انتم اهل هذه المنطقه مسؤولون عن المساهمه فعليا وقيادة عمليات التنظيف الميداني كما التنظيف العقائدي. ألا يوجد خلاف عملية تنظيف؟ ألا يوجد خلاف بين الرئيس ترامب ووزارته الخارجية والدفاع؟ لا يعني يقيل أنه هناك توزيع أدوار، توزيع أدوار. وزير الخارجية يترك، لأنه وزير خارجية يعني سيد الدبلوماسية يترك خط الدبلوماسي مفتوح. قيادة الجيش حذرة جدا، وهي تطلع الرئيس بشكل مستمر لأنها متواجدة في البيت الأبيض من خلال جنرال ماكماستر الذي هو يده اليمنى. نعم. تاريخيا لماتس، والذي عين بناء لطلب الجنرال ماتس. طيب على كل طبعا طبعا معك يا سيد روجي إبدي، القسم الثاني من هذا الحوار المميز دائما معك حول يعني السياسة الخارجية السعودية الجديدة، حول أيضا لماذا تمت تنقية محمد بن نايف عن ولاية العهد وبالتالي إلى هذه الولاية إلى محمد بن سلمان. نواصل مع سيد روجي إبدي بعد الفاصل القصير. إلى حديث اليوم مجددا مع رئيس حزب السلام السيد روجي إبدي. السيد روجي إبدي، قبل أن ندخل إلى يعني إلى الداخل السعودي إلى التفاصيل السعودية، فقط بما له علاقة أيضا بالحصار المضروب على قطر، هناك من يقول بأن الدعم الإعلامي والسياسي القطري للربيع العربي في مصر، في ليبيا، في كل العالم العربي، الآن عندما يتم فرض الحصار على قطر هو عمليا نجاح للثورة المضادة ضد الثورة أو ضد ثورات الربيع العربي. يعني هنا الآن الأنظمة القديمة مثل النظام القديم الذي عاد مع الرئيس السيسي، السعودية كانت ضد أي تغيير في العالم العربي والإمارات ضد أي تغيير، الآن الثورة المضادة هي التي
تقريبا وصلت الى ذروة الصدام مع من دعم الربيع العربي. الربيع العربي في مصر لم يكن لينجح لولا رئيس اوباما وقيادته عندما استقبلت القائد العسكري رئيس الاركان سامي عنان وبلغ الطنطاوي عن رئيس الاركان استقبلته وعاد وبلغ الرئيس مبارك بان وقته قد انتهى. نعم. ولم تحميه. وكان الالتزام الذي كان اخذه على نفسه علنا حزب الاخوان المسلمين في مصر ان لا يخوض الانتخابات الا بالتحالف مع سائر المعارضين الديمقراطيين. طيب. وان لا يخوض معركة رئاسة الجمهور. بس فهم خرجوا عما وعدوا به. فحصل في العالم العربي كما في الغرب خوفا نعم من ان يكون الاخوان المسلمون متجهون نحو الخلافة. طيب عال ممتاز. بس انه يعني هذه المفاجآت حصلت في ايران لمن كان في توافق. نعم. توافق على الرأي القائل بان الذي يجري الان هو انتصار للثورة المضادة وبالتالي الانظمة القديمة تنتقم مما كان يتعارف عليه باحتمالات التغيير. ليس من ثورة مضادة بالواقع ليس من ثورة مضادة. هنالك مرحلة انتقالية عسكرية كما المرحلة الانتقالية التي حصلت في تركيا بين عام 1981 ومجيء وبدء الديمقراطية مع ترجوت أوزال ثم تطويرها. إذا عاد النظام الدولي إلى الهروب من المفاجآت، تسليم الحكم لقوة عسكرية منظمة، عدم فرط الجيوش كما حصل في العراق. نعم. والإرادة هي ذاتها واضحة بالنسبة لسوريا، المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من الجيش السوري ولو كان مصير الرئيس الأسد موضوع آخر. إنما الإدارة سوريا العميقة، العراق العميق، مصر العميقة كدولة، الحفاظ عليها، إعادة ترميمها، ومن ثم إدخال تدريجيا الديمقراطية. طيب بالسعودية إنما الديمقراطية عفوا هذه بالدول نحكي أنت عن مصر. ايه. مصر ما في ملكية، الملكية لو بعد قائمة كنا بنكون بألف خير. أنا معك لكن خسرنا لا سينا ولا معك ولا القناة. كانت الأوضاع قبل 52 ولا الضفة ولا الضفة ولا الجولان. طبعا نأتي إلى ما له، نأتي إلى الداخل السعودي. كيف رأيت يعني تنحية محمد بن نايف عن ولاية العهد وإلى الأمر إلى محمد بن سلمان؟ لم تفاجئني. لأن الأمير محمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكنت تحدثت بهذا الموضوع سابقا، من فرسان العرب. هو صحيح ابن عبد حفيد عبد العزيز وابن سلمان بن عبد العزيز، بس هو كذلك بن حثلان من والدته، فارس العرب، حكام عجمان والربع الخالي، الاب الجد والعم، 76 سنة. نعم. 40 سنة و 36. ولقب فارس العرب. بس لماذا لم تفاجئ؟ في من الشراسة. لم أفاجئ لأن شخصية الرجل بدت بوضوح أنها شخصية قد تتمكن من إقناع أولا النظام الدولي بأن الجيل الجديد الذي هو كان منتظرا من المملكة العربية السعودية من زمن بعيد سيطل، وأنه سيكون محاط بأمراء من الجيل الجديد وبخبراء غير أمراء من الجيل الجديد، وهذا حصل مع بس محمد بن نايف ليس من الجيل القديم. لا، وابن أخوه لمحمد بن نايف ابن سعود بن نايف هو في وزارة الداخلية. نعم. انه حل محله في وزارة الداخلية. نعم حل محله
انما مجرد ان القرار اتخذ في العائلة المالكي، لاحظنا كيف محمد بن نايف عامل محمد بن سلمان، وكيف محمد بن سلمان باس ايديه وركع واجره. لا، العائلة المالكي السعودية عندها خصوصيتها، واهم ما في خصوصيتها هي تقاليد التضامن. كان هنالك مشكل بموضوع الانتقال الملكية من اخ الى اخ، صار هنالك تعديل. هذا التعديل منطقه الانتقال من اخ الى ابن اخ، اعتقد بالمستقبل سيتحول في هذا الاتجاه، مش من اب الى ابن. لا اعتقد ان هذا سيكون الامر، وهذا تقدير مني لانه اسرارهم لا يعرفوها احد، وقد لا يعرفونها هم. بس هناك من يقول بان الملك قد يتنازل عن العرش خلال فترة قريبة لولي العهد. هذا كذلك لا يفاجئ، لانه مثلا لان جلالة الملك سلمان مرتاح الى الاتجاه التي تتجه اليه مؤخرا المملكة. وهو ماذا؟ ما هو الاتجاه؟ لماذا يتميز الجيل الجديد عن الجيل القديم؟ نعم، لاحظنا ان اولاد جلالة الملك عبد العزيز كانوا محافظين، الملك حتى اصلبهم الملك فيصل، الملك فهد، كانوا محافظين، لان كانت مقاربتهم بان ما ورثوه يجب اولا الحفاظ عليه، وما ورثوه من ثروة نفطية، وما ورثوه من علاقة مميزة مع معالي الشيخ ومع الموقع الديني الرسمي يعني المؤسسة الوهابية. نعم، حصل تطورا حتى في العلاقة مع آل الشيخ ومع الوهابيين، من خلال التزاوج، من خلال العصمة الطبيعية. طيب ولي العهد الجديد، أنا أنت وصفت يعني وصفت أبناء المبشرين للملك عبد العزيز بأنهم كانوا محافظين. كانوا محافظين. طيب الآن يعني هل لم يكن هل كانوا يهربون من المواجهات؟ كانوا يشترون المشكلة. أوكي، سؤالي هنا، كانوا يسمون الأمريكان insurance policy foreign policy. طيب. يعني سياسة خارجية مبنية على شراء بواليس التأمين. نعم. لا، سياسة الشيك. بواليس التأمين. طيب. محمد بن سلمان سيواجه المؤسسة برأيك؟ لا. لا عفوا. ما في مشكل مع المؤسسة. أنا عم أقول تطورت المؤسسة الدينية نفسها، لأن قياداتها ورموزها تطورت. لذلك في المملكة العربية السعودية، بعد أن واجهت المملكة العربية السعودية تحديات القاعدة وداعش، على الأقل منذ حرب الكويت بدأت المواجهة بين القاعدة والمملكة العربية السعودية، وكان سمو الأمير ولي العهد السابق محمد بن نايف على ضحاياها شخصيا، هو حاول اغتياله. تمام. جلالة الملك عبد الله عائلته كله كان مهدد. على الأمريكيون من هذا التغيير؟ ما في شك انهم يرحبون كل الترحيب. بالواقع سمو الامير محمد بن سلمان اقام افضل العلاقات مع فريق عمل ومع الرئيس ترامب قبل انتخابه، هذا كان سابقا لانتخابه، وهنالك صداقات مشتركه. لا ادخل بالتفاصيل، لكن هنالك صداقات. يهمنا التفاصيل. مثلا توم باراك اللبناني المامور الاصل الذي يدير كولوني جروب، والذي هو بآن واحد يقوم باعمال في الخليج، وهو شريك للقياده القطريه السابقه للشيخ حمد القاسم. نعم. في اكثر من مشروع، كما هو بآن واحد له اهتمامات بتوظيف رسميين هنا وهنا. توم باراك صديق وحليف، هو مول ونظم كل تكاليف احتفالات التنصيب عندما الرئيس ترامب اصبح رئيسا.
وهنالك فريق لفريق العمل العسكري والمدني واللبناني الآخر يعني مثل وليد فارس، كذلك من كان يدعو إلى أفضل العلاقات مع بين السعودية والولايات ومع سبعال، وسافر أكثر من مرة في حينه وأخذ وقته. كذلك الأمير محمد بن سلمان كان قبل أن يصبح والده ملكا اهتم بأن يكون له شركات متخصصة بالصورة بالإعلام وبالصورة، أعطاء صورة أفضل و يعني العلاقات العامة. وكذلك بالتخطيط الاقتصادي. طيب كما فعل مثلا مع الرئيس ريغان، تعطي مثلا انا ما بدي احكي اكثر بس حتى لا ندخل بهذه التفاصيل، في عندي اكثر من تفاصيل لانه في عندنا في وراها 2020 2030 اللي هو السبب الرئيس والذي يبرر. انا سؤالي انا الامريكيون من لماذا يتحمس الشباب اليوم في المملكه العربيه السعوديه لتنصيب محمد بن سلمان؟ من قال ذلك؟ لا هيدا على كل حال هيدا يعني ما حد يعني لا يوجد جهه عملت استفسار. انا عندي انا هذا شعوري بما لي يعني عم بعطي رايي هيك. انا بعرف انه وهذا الشيء مفاجئ، يعني انا فاجئني لاني منذ بعض السنوات من ثلاث سنوات لم اكن اتوقع ذلك اطلاقا. طيب اين الامريكيون من ذلك؟ هذا الحماس حاصل بسبب هذه العصره الاقتصاديه للمملكة العربية السعودية. هكذا يقول السعوديون. ماشي لا 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 لا, لا ماشي مررناها لا لا ما 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 انا ما فعلنا مررناها. اين الامريكيون؟ اقول كلام لانه انا قرات الكتب السعوديه لذلك والى اخره. لا يعني طبعا لانه هذا الجو غير الجو قبل ما يصير فيها الحاله الجديده. اين الامريكيون من ذلك؟ من التغيير الذي حدث؟ لا هم يواكبونه ويدعمونه الدعم الكامل. يواكبونه ام انه يعني لا يدعمونه معرفه مسبقه بذلك؟ ما في شك. ما في شك يعني ما في شك بده يكون في معرفه مسبقه. في عم تحكي حاليا يعني انت برايك السعوديين ابلغوا الامريكيين قبل تعيين الامير محمد بن سلمان؟ في قنوات تواصل مستمره، في احاديث مستمره، ما في شك. عمل من هالنوع بحاجه ل لانه يخشى دائما الامريكي من المفاجآت. نعم. ولو كان هو له خبراء يطمئنونه لان ليس في العائلة المالكة اي وارد ان يكون اي شيء اذا اتخذ القرار وفق التقاليد، فيبقى هنالك قلق في واشنطن. انما التفاهم الذي حصل شخصيا بين الرئيس ترامب وبين وطريقة استقبال سمو الأمير محمد بن سلمان كرئيس دولي من قبل الرئيس ترامب، إجلاسه معه كرئيس دولي، التعاطي وزير الدفاع معه نهار كامل، طيب برنامج عمل بالتفاصيل يعني بعض الأسئلة استراتيجية رؤيوية. أستاذ وجائد، بعض الأسئلة ربما التي تطرح أنه الشارع عادة الناس تطرحها، المشاهدون يطرحوها. طب أنت قلت بأن الأمريكيين بدون شك معهم علم بذلك أو تم إبلاغهم. طب هناك من يقول لا واكبوا في أكم لا هيك واكبوا كما يواكب عادة حليف بأهمية الولايات المتحدة. هناك من يذهب أكثر، هناك من يقول بأن الأمريكيين هم الذين اختاروا. لا أعتقد ذلك أطلاقا، لأنه واضح أن هنالك قلق دائما في الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذ أي قرار، وأن ذلك غير واردا في العقلية السعودية كعائلة مالكة. العائلة المالكة لا تقبل ذلك. كان ليكون رد الفعل عكسي تماما لو صار في أي تمني من قبل قيادة أمريكية في هذا الاتجاه. الملك سلمان شخصيا، من يعرف الملك سلمان شخصيا يعلم عن جهيته في التعاطي مع مواضيع من هذا النوع. طيب الجارديان البريطانية أمس تقول بأن الذي جرى هو انقلاب ناعم. ما في شك اكيد ما في شك، بس ماذا يعني انقلاب ناعم؟ يعني انه حصل وبالواقع ان هنالك تطور اهم من انقلاب، تطور استراتيجي من جيل الى جيل، من مقاربة الى مقاربة. الشخصية اللي تم انتقائها شخصية شرسة وقوية
رؤيوية شرسة أو عدوانية. البعض يقول عدوانية. فارس العرب يواجه هذا الفرق بين جيل من الملوك اللي قلنا جيل أولاد عبد العزيز، طيب، والجيل الجديد الذي يبدأ مع محمد بن سلمان. طيب الجارديان أيضا تقول بأن هذا القرار قد يكون قرارا متسرعا. الجارديان صحيفي يساري وكل الإعلام اليساري لا يحب الرجال الأقوياء إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يريدون موت. هذا رد كامل. نعم طبعا هذا رد واضح. لانه الجارديان ما عم تقول لي اصلا الاعلام العالمي لغايه الان بعد ما هضم بما فيه الايكونومست اللي هي وسطيه بعد ما هضم اختيار الرئيس ترامب بدهم يهضموا بين ليل وبين ضحاها. بس ما هو غير مهضوم، هو مش مهضوم ترامب يعني. ما هضموا عم بحكي يعني لم يقبل بعد بانتخابه رئيسا وهو اليوم يربح انتخابات بعد انتخابات، صار رابح 4 معارك انتخابية، وضعت المعارضة كل امكانياتها في ما لا يمكن يعزل بانتخابات قد نص انتخابات بلاد جبائل يعني. ممكن يعزل رئيس ترامب؟ انا قلت لك قبل مرة ليس بالوارد ان يعزل الرئيس ترامب لانه ليس متهما باي شيء جديا. ثانيا لان له الاكثرية في الكونغرس وستبقى له هذه الأكثرية بعد أن انتصر بالرغم من هذه الحملات في 4 معارك متتالية آخرها كانت الأسبوع الماضي وهي جورجيا. طيب 35 مليون دولار انكبوا على 17,000 صوت. نعم طيب برأيك يعني بس أنه خلينا نثبت بعض النقاط لو سمحت، بأن الأمريكيين على علم مسبق بما يجري أو بما جرى، ولكن هذا لا يعني بأنه هم الذين تمنوا مجيئه. لا أطلاقا، وهذا يعني تعتبره قرارا سعوديا صرفا. طبعا ولا سيما أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيين والقيادات الأمريكية جميعها مع سمو الأمير محمد بن نايف كانت ممتازة ومميزة. طيب لماذا نحيا؟ وكانوا يتلقون لماذا نحيا الرجل وهو يعني عدا عن يعني ابوه يعني هو صانع وزاره الداخليه السعوديه وبالتالي كان رجلا امنيا بامتياز وكان هو بفتره من الفترات مساعد ابيه ايضا ومع ذلك تم قد يكون شاء هو ذلك لا نعرف بس الامر الملكي قال انه اعفي من مصر بعد هيك لانه وقالوا بان واحد ان هيئه البيعه صوتت على 31 على 35 او على 34 فاذا من هالناحيه هذه ما ندخل بتفاصيل الداخل الملكي السعودي لان هنالك تماسكا في هذه العائله لا يمكن ان نتصوره. هو كان صراع في شتى هو دائما كان هناك يقال صراع بين المحمدين محمد بن نايف محمد بن سلمان والان الذي فاز هو محمد بن سلمان الذي كان يقول بوجود هذا الصراع طلع معه حق يعني. لو بدنا نسمع من يتمنى ان يحصل تغييرا ما في حكم العائله المالكه في المملكه العربيه السعوديه من 30 سنه كانوا يقولوا لنا المملكه عمر العائله المالكه في حكمها 5 سنوات حتى كان في بجوز امراء او ناس بمحيط امراء يقولوا هالكلام انما انا تجربتي ومتابعتي وبالرغم ما حصل عام 1979 جمال العتيبي تقصد نعم هي ان هذه العائلة غير شكل. طيب نحن بعائلاتنا لو بيكون عندنا هذا الاتحاد هذا شد العصب لكانت لدينا كنا بألف خير. طيب هناك من يشبه ولي العهد السعودي الجديد بطريقة تفكيره بالرئيس ترامب انه الاثنان رجال صفقات. اولا الرئيس ترامب كلمة صفقات يعني رجال مفاوضة. لا انا قد افاجأ اذا كان ثبت انه رجل مفاوضة. لا هو رجل وعلاقة قوة أكثر من هو رجل هو فارس العرب عقلية مختلفة إنما قد تساهم الحكمة في العائلة المالكة
وقد تساهم الحكمة في حلفاء عرب ومسلمون وحلفاء دوليون وحلفاء دوليين تريد في إقناعه ببعض المساومات. ليس رجل مساومة، بينما ترامب هو يتحدث عن the art of the deal، فن المساومة. طبعا برأيي يعني البعض يقول حتى بعض الصحف الأمريكية وسائل الإعلام الأمريكية، وأنا أعرف أنك أنت من جماعة ترامب، كل هذا الإعلام يعني طبعا مرفوض تماما. إيه مرفوض، بس تويتر نعم. مئة مليون بل 4 ملايين. ممتاز. البعض يقول بأن مجيء محمد بن سلمان إلى ولاية العهد السعودي تمهيد الطريق لتوليه العرش السعودي. نعم. أو الملك السعودي ربما. أنا أتوقع أبوه أو شيء قد يكون هذا هو السبب. هذا ولكن الشق الثاني أيضا من السؤال هو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريده أن يقود العالم العربي. قيادة العالم العربي تعود إلى المملكة العربية السعودية اليوم بشكل كبير. اختياره بالتحديد، هل برأيك الأمريكيون يفكرون بهذه الطريقة؟ ما في شك إنه واضح إنه الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى المملكة العربية السعودية، وكانت القمم العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، فكان واضح أن بن سلمان إن كان جلالة الملك أو ولي العهد يعني في تصرف وبيده صولجان قيادة العالم العربي الإسلامي. في إمضاء أمريكي حول ذلك برأيك؟ ما في شك، الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي رئيسي تاريخي، يعني كل الدول الأخرى، دول بريطانيا صنعتها حصة صغيرة لفرنسا وأشطون إياها بلبنان وبسوريا، بينما المملكة العربية السعودية تأسيسيا المعاصرة كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية بين روزفلت وعبد العزيز. برأيك هو يخطط لهذا الأمر؟ هذا السؤال الأخير. ليس بحاجة لأن يخطط له الأمر، هو من الشخصيات القيادية بحسها الطبيعي. أنا ما فاجأني هو تواضعه في التعاطي مع عمه ومع أهله. ربما بعد ذلك لأن هذا شكل عائلي. فهذا التواضع طيب فاجأني. طيب بصرف النظر عن الأحكام الشخصية، خلينا بس يعني حتى انهي الحلقة، انه الولايات المتحدة الامريكية لا تواضع حكمة، لانه يعني انا هذا قد يكون للصورة فقط، اقيم هذا التواضع بس الصورة مهمة. لا لا لا. لانه الصورة اعلان هذا، بس الصورة مهمة، هو اذا كان بالسر ما لها يعني، لانها بالصورة، لان تداولها العالم عبر الفيديوهات. الاعلان ليس دائما يعبر عن المضمون استاذ وجدي. لا هذا طيب. مشاعر الناس للناس. طيب. يعني انا طبعا ما بدي هي صناعه اعلاميه هذا يعني صحيح. انما ان يكون في هذه الصوره الاعلاميه اظهر هذه الصوره عن احترام من هو اكبر منه بالعمر اولا، واتى ليبايعه. هذه المملكة العربية السعودية يجلس الأخ، والفرق بين أخ وأخ عندما كانوا ملوك، بس ما عملوا انقلاب على سعود. عفوا في ظروف يعني كمان هذا، وهلا في انقلاب على محمد بن نايف. لا تشكروا لأسباب بيكون لها أسبابها في قصدي انه الحكي عن سعود. لا بس أهم من هيك، عندما يكون الملك شقيقه اللي بيكون بفرق عام بينه وبينه بيقعد على إجري. نعم. هذا التواضع وهذه اللحمة وهذا لها تواضع يا أستاذ وجيلي، هو قد لا يكون تواضع، هذه صورة الغرض منها الغرض منها جذب عقول الناس لإله. هذا منتهى التواضع، هذا إظهار منتهى التواضع. يعني فيك ما تظهر التواضع، فيك يكون عندك يعني ما بشوف ترامب يعني يظهر التواضع مع حدا مثلا. نعم. طيب خلينا أسأل السؤال الأخير لو سمحت، وهو بأنه فإذا يعني العلاقات الأمريكية السعودية في المرحلة المقبلة تتوقع أن تكون أكثر تعزيزا. ما في شك. وأن الأمريكيين بالوقت نفسه لا يمانعون بأن تقود السعودية وعلى رأسها محمد بن سلمان. معها 100% اقتصاديا وعسكريا وجيوسياسيا. أشكرك. ويعتمدون عليها. أشكرك في الختام سيد رجائي رئيس حزب السلام. طبعا عن الجولة كان لابد منها، والتقسيم الحوار كان لابد منها، الأول على الحصار المفروض على قطر، والثاني حول يعني المراحل المقبلة
وبالتالي مواقف الامريكيين وكيف يفكرون تجاه النظام السياسي او رموز النظام السياسي الجديد السعودي. اشكرك مره اخرى واشكر ادهم كل من تبعني هذه الحلقه.